السلام عليكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. طبعا كثير هيتساءل بأنه وقت البرنامج وكان الساعة 9 مساء كل يوم سبت، اليوم السبت الساعة 4 مساء تم تغيير الجدول أو وقت البرنامج بسبب برامج رمضان، رغم بأنه المشاهدين في هذا الوقت في سبات نايمون يرتاحون شوية، لكن احنا نحب حتى وإن كان برامجنا تكون منوعة في كل وقت للمشاهدين الكرام. على العموم مشاهدين الكرام، اليوم حلقتنا راح تكون على البطاقة الوطنية. اللي عنده اتصال عنده إشكالية على البطاقة الوطنية ممكن يتصل بينا، راح نخلي أرقام هواتفنا أسفل الشاشة حتى يتسنى لهم الاتصال على الهواء مباشرة. راح يكون المعلومات كالتالي: نأخذ مشكلة المواطن بالبطاقة الوطنية، نبعثها إلى السادة المسؤولين ويتم جلب الجواب الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة ثانية تخص البطاقة الوطنية. اتصلنا بالإخوان في وزارة الداخلية وإعلام وزارة الداخلية خصوص تصوير بإحدى هذه الدوائر. تمت الموافقة على تصوير في البطاقة الوطنية بالكرادة الشرقية. تناولنا هذا الموضوع، تم الاتصال بالأخوة بالكرادة العقيد قيس، وتم الذهاب والتصوير معهم في هذا الموقع. خلال وقت البرنامج راح نستعرض تقارير حول هذه المديرية. هاي المديرية هي نموذج لكل مديريات العراق، يعني احنا ناخذ عينة دائما مو كل الدوائر اللي تابعة على الجنسية والجوازات ان تصورها يعني قضية البطاقة الوطنية، فناخذ دائرة معينة هي تمثل البطاقة الوطنية، ومن ثم نستضيف أحد الأشخاص حتى يجاوب على كل تساؤلاتكم. لكن نستثمر أثناء بث الفقرات، نستثمر وقت البرنامج أن نأخذ اتصالات. هاي الاتصالات ندونها يمنا، نبعثها خلال هذا الأسبوع إلى الأخوان بالجوازات، عفوا في البطاقة الوطنية، حتى يتم الإجابة عليها ويتم طرحها إن شاء الله في الأسبوع القادم. إذا مشاهدينا الكرام، لدينا أول تقرير تم تصويره بهذه المديرية، بعدها إن شاء الله راح نأخذ اتصالات بعد التقرير تخص البطاقة الوطنية. نشاهد نحن وإياكم هذا التقرير ومن ثم نعود. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، راح نبدا حلقتنا اليوم بدائرة البطاقة الوطنية الكرادة الشرقية والعقيد سيد قيس أكرم كرم. سيادة العقيد، اولا شكرا جزيلا لك على إتاحة الفرصة، وان شاء الله اليوم راح ناخذ نبذة مختصرة من حضرتك حول آلية العمل في هذه الدائرة الخدمية، ومن ثم ننتقل بدائرتكم التعرف على المشاكل او اراء المواطنين وكذلك اليه العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى كل المواطنين والمشاهدين ايضا. نشكركم ونشكر قناتكم الكريمه على تحت هالفرصه حتى نقدر نوضح اكثر للمراجعين والمهتمين بهذا الموضوع. دائرتنا دائره البطاقه الوطنيه الموحده اللي هو النظام الالكتروني الحديث، من اهم المشاريع اللي انجزت في هذا الوقت، وهو تحويل الاوراق الرسمية من ورقية إلى إلكترونية، وهذا بحد ذاته إنجاز جدا كبير. واحدة من الدوائر الكبيرة اللي تعتبر على مستوى العراق هي دائرة أحوال الكرادة الشرقية. احنا عندنا دوائر اللي أكثر من 400 سجل، يعتبر دائرة جدا كبيرة، لأن عندنا محافظات أقل من 400 سجل. عندنا أكبر دائرة بالعراق مثلا من دائرة أحوال مدينة الصدر، وعندنا رصافة وكاظمية ورصافة، احنا أيضا من الدوائر. رغم أنه دائرتنا من الدوائر الكبيرة تعتبر نسبيا بسبب عدد السجلات الأساسية اللي موجودة بها، الحمد لله بجهود
السيد الوكيل الأقدم ومدير العام ومدير مديرية الرصافة ومدير الدائرة العقيد عمار. زين ما عندنا حجز إلكتروني. المواطن شو وقت ما يحب يجي يدخل بدون حجز يجيب أوراقه الكاملة إذا كان يريد صورة قيد أو الخدمات اللي احنا نقدمها. بالمناسبة الخدمات اللي نقدمها من ضمنها البطاقة، التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة. ايش قد انجزتوا بالنسبة لكم كرادة؟ الاحصائيات الارقام كانت موجودة وتحب اعطيكم اياها لو تحب اذكر لكم اياها اللي اعطيتكم اياها بالادارة. ممتاز. واعطيكم اياها ان شاء الله. احنا نسبة الانجاز مالتنا الحمد لله وشكر نسبيا عالية تعتبر. زين. اقول ماكو مشاكل؟ لازم اكو مشاكل، ليش؟ لان المشاكل الحقيقية كانت موجودة بالزمن الورقي. تعرف يعني في ذاك الزمان امين سجل مستلم اكثر من 60 سجل. صح. واللي يعمل يغلط، فالاخطاء هسه قامت تبين، فلازم يصلحون الاخطاء مالتهم. يلا نقدر نعبره للالكتروني. طبعا قلت لك هذا انجاز كلش كبير ومهم في مواكبه عصر التطور، لانه تعرف المسائل بالنظام الالكتروني اي اضباره اي معلومه تقدر تستدعيها بجزء من ثانيه، بينما اذا ورقيه اذا موجوده بغير محافظه ما تقدر تستدعيها اصلا. صح. لازم انت تنتقل او تنقل الشغله الثانيه. هاي من اهم المواصفات اللي موجوده، اضافه انه بها بارامترات اللي هي بصمات الاصابع، بصمه العين، وبصمه الوجه وليس صوره الوجه. هذا وعندنا كمبيوتر مركزي، وعندنا مكان الكمبيوتر المركزي اللي هو البيك اب. زين هذا الكمبيوتر المركزي تدخل بكافه البارامترات بحيث ما يطلع عندك قيد مكرر. صعب ما يصير، مو صعب اصلا حتى بالضبط تقاطع البصمات اللي هو يسموه كروس ماتش. هذا وظيفته انه اذا اكو شخص باسم ثاني او بقيد ثاني عنده هويتين ما يقدر بالنظام الالكتروني. هاي واحده من الميزات المهمه جدا، او البحث عن شخص. زين وكثير والاهم انه ما يحتاج صح الصدور. زودنا الدوائر بأجهزة وبرامج، بعد ما يحتاج من يما يعرف انه هل صحيح. اعتقد هذا السؤال يمكن يعني طرحته قبل شوية معاك في نفس المكان، يعني قبل أن التصوير. نعم. يعني هل كل الدوائر زودت لهذا الجهاز؟ طبعا احنا قبل ما تنفتح البطاقة الوطنية، المشروع البطاقة الوطنية بالعراق كله، خاطبنا كل الوزارات والدوائر الحكومية وجهزنا اللي يريد يتجهز. فاذا اكو ما مستلمين هاي الاجهزه والبرامج فشيء لا يذكر. ممتاز. زين حسب علمنا والادق انه تسالون هذه الارقام من الوزاره، لان احنا اقل، احنا شعبه ترى هنا. أنا. صح. زين فانا اقدر اجاوبك الاجوبه اللي على قدي. ممتاز. اما دقه المعلومات هاي تقدر تسالها. أحسن. من عميد الرغام مسؤول العلاقات والاعلام مديرية الجنسيه العامه. نعم. أو بالوزارة. هذه هي عودة أخرى مشاهدين الكرام. شاهدنا هذا التقرير اللي تم تصويره بمديرية البطاقة الوطنية. طبعا الكثير من اتصالات تأتينا طبعا قبل رمضان حول تنوع الحلقات. يعني احنا نحاول بكل مديرية ان او دائرة معينة ان نقدم خدمة اكثر وقت ممكن. بعض الناس يمكن ما شاهد هذا الحلقة، شاهد الحلقة اللي بعدها وهكذا. فاحنا في مجال ان نفتح باب الخدمة على مصراعيه ان شاء الله من خلال تقديم الخدمات خلال هذا البرنامج. نعيد الأخوان نكرر بأنه نزل أرقام هواتف البرنامج حتى يتسنى الأخوان الاتصال بشكل مباشر. من لديه استفسار أو إشكال في البطاقة الوطنية ممكن يتصل بينا على الأرقام الموجودة، راح تكون موجودة أسفل الشاشة. الأخ أحمد يعني أن ينزل أرقام الهواتف حتى يتم الاتصال بشكل مباشر مع المواطنين. اكو اتصال؟ ماكو اتصال، ماكو اتصالات. اذا ناخذ تقرير مشاهدينا الكرام. تصوير اثناء تجوالنا في مديريه
البطاقة الوطنية بكرادة شرقية. نشاهد نحن وياكم هذا التقرير ومن ثم نعود. سيادة العقيد من جول احنا نشوف آلية العمل المواطن. احنا طبعا عندنا طابقين، طابق خلينا نسميه تقريبا ارضي، هو تحت الارض اربع بايات خمسة، وعندنا هذا نفس العمل، إضافة إنه التسليم من ذاك المكان يكون يعني عنده فضو زين. وللحالات الإنسانية خلنا أول ما يتفضل المواطن هنا راح يراجع الاستعلامات. هذا الكاونتر اللي طول عبارة عن استعلامات. طبعا يجي المواطن يسأل مكانه وين شغله، وين شغلته، يدلوا اللي موجودين بالاستعلامات، وحتى موجود دائما ضابط. إضافة أكو فالشغلة موجودة بدائرة بغير دوائر ما موجودة، طبعا هاي بجهود مدير الدائرة. جهاز الاستنساخ مجاني. جميل. وطلبات مجانية هنا، نعطينا نسخة من الطلبات اللي موجودة بدل ما يروح برا يسوي طلب من العالم. احنا مجهزين هنا طلبات مجانية. جميل. تتوزع المواطن. طبعا المواطن اللي راح يجي ما يعرف اكو، فالاستعلامات هم اللي يوجهوه هنا. اضافة ان الاستنساخ من هنا مجاني داخل الدار. هاي انواع طلبات جاهزة وش اسمه، والاخ هنا الموظف فلاح مسؤول عليها. جميل. طبعا بعدين تتوجه اي معاملة. كبداية لازم مدير ووكيل، عندنا مجموعة وكلاء عندهم صلاحيات كاملة، صلاحية مدير انه يجهز المعاملة كبداية، شنو النقصات كاملة مو كاملة، اكو اشكال معين زين، راح يوقع عليه المدير يروح بالمرحلة اللي وراه. احنا عندنا عدة خدمات نقدمها، اهمها اصدار بطاقة الوطنية. بعد ما يوقع المدير او الوكيل، بعد ما يتأكد انه المعاملة سليمة، راح يتوكل وين ينتقل الى ضابط الشهاده. شهاده جنسيه، او هي الحقيقه الجنسيه ممتاز، يعني هنا في دوائر بدال ما يروح لغير مديريه ويرجع، لا هنا ضابط موجود، وطبعا بديل اكو او اكثر حسب الزخم زين. بالمناسبه يجون قبل الدوام. اي حتى لان اسرع. يعني ضابط مشاهده يعني ضابط جاي. ضابط الشهاده موجود داخل. نقيب احمد وش اسمه ونقيب علي ونقيب سعد قبل الدوام كانوا موجودين ودخلوا. شفت مراجعين برا مالي دخلوا ومشوهم حتى يخففوا الزخم. جيد. اذا خلينا نشوف خطوه خطوه سياده العقيد. اصلا مرتبيها شنو، حتى من يعبر هاي الخطوه على الخطوه اللي وراها. بعدين نروح على الحسابات بالنسبه للورقيه. ينتقل من هنا اذا ما عنده ورقيه، وين يروح اذا صوت قيد ورقيه؟ هناك الحسابات الورقيه شفتي مكتوب. اذا لا وين يدخل؟ وين القاعه؟ القاعة كل بقية المراحل. احنا قبل ان نغادر القاعة نشوف الآلية. السلام عليكم. استاذ شلونكم؟ زين ان شاء الله احوالكم. حضرتك شنو عندك؟ انا محامي. محامي. يعني انت بحقك تتوكل على شخص معين وتجري معاملة. شلون شفت المعاملة هنا وانجاز المعاملة؟ لا الناس يعني هم متفضلين يعني، وتعاملهم بصورة طيبة وباخلاق وتعاملهم مهني الناس. ممتاز ممتاز. موفقين ان شاء الله. سيادة هنا. السلام عليكم. سلام حبيبي. هذا ده يتزوج. لا هسه انت سويت له مشكله ويا مرته. هو يوم يتزوج شو اسوي له يعني؟ لا هسه انت سويت مع طفل مال. ها موافقين انت بالزواج، لان هذا الاستماره خاص بنقل قيد الزوجه. اها من الالوان نعرفها. لا هذا ما مثبت زواجه الى حد الان، راح يثبت زواجه حتى نثبت له الطفل. صح؟ شلون شفت هنا تعامل وياه؟ ممتاز الحمد لله. اكيد؟ يلا موفق ان شاء الله. تحب تشوف مثلا هنا لما نشوف الاوراق بعد حسب الخبره اللي صارت عندنا تعرض. صح زين. هاي استماره الاخ هنا جاي يقدم على لك الاستماره، اذا يقدم على بطاقه وطنيه اول مره. اول مره. اي اللي اول مره فقط يحتاج الى استماره الكترونيه. شلون شفت الاجراءات؟ سهله ان شاء الله. ما ما اخرك؟ لا 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 ان شاء الله. ما يعني ما حد يتزك، ما حد حاول؟ لا 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 ماكو شيء طبيعي. لا 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 طبيعي طبيعي. طبيعي جدا. يا الله ممتاز ممنون. شكرا جزيلا حبيبي. تفضل حبيبي تفضل. شو شفت المعامله هنا؟ والله المعامله كلها زينه وجزاهم الله الف خير. والله العظيم ما قصروا. يعني جاي يشتغلوني والله صار لحوالي 6 اشهر 7 اشهر جاي اشتغل المعامله. شو المشكله؟ بس عندي المشكله على مود مواليدي. مواليدي طلع بيها خطا، تعبت بيها حقيقة يعني. أها. اي والله. صورة قيد ولادة؟ كنت بقول لك صورة قيد ولادة. هذا عندي بيان مال البنية بس.
لا خطا عندك لو عدها؟ لا لا عدي انا. انت لازم تصلح مالتك اول مره. كملت جاي صوت الجواب ماله؟ اي كملت سيد. جيد. خلصت ان شاء الله بعد؟ ان شاء الله خلصت. الحمد لله. ليش ما اخذت 6 شهور؟ ليش 6 شهور؟ ظرف صار شويه. ها يعني متاخر من عندنا، مو انا قلت 6 شهور صارت علينا. من عندي انا. واحنا نعطيك كتاب وتجيب لنا صوت قيد ولاده وتنحل. رحمه الله على والديك سيد. ما تقصرون والله ما تقصرون. ربي يحفظك ان شاء الله. هذه هي عودة أخرى مشاهدين الكرام مع برنامج بخدمتكم. شاهدنا التقرير وشاهدنا مستوى الخدمة التي تقدم بهذه الدار. طبعا أرجع أقول نحن عندما نذهب إلى أي دائرة تابعة إلى وزارات الدولة لسنا معنيين بالدفاع عنها أو نكون بالضد منها. يعني من اللي نروح نتصور نلقى الإنسان اللي دا يطرح الموضوع بإيجابية وهو ناس تطرح بالموضوع بسلبية، فنأخذ الكل حالتين نطرحها أمام الرأي العام، والرأي العام هو الشاهد، هو الحاكم يعني، فبالتالي هو اللي يقيم أداء الوزارات وأداء المديريات. أما أن نكون إحنا نطب لجهة معينة أو نحتكم الى اسقاط تلك الجهه المعينه من خلال وسائل الاعلام بدون ما نقدم شيء وما ادري شنو، يعني هاي التفاصيل هي مو انصاف وليست بمهنيه ابدا. احنا نطرح لكل وجهات النظر وعليكم انتم ان تحكموا. المشاهدين الكرام شاهدنا بهذه المديريه اكو تفاعل من المواطنين، اكو ناس من خارج العراق من داخل العراق بدأوا يطلعون بطاقة الوطنية. هاي البطاقة هي تمثل هوية مستمسك رسمي يجمع أو يشمل كل المستمسكات اللي هي بدت صارت، ضاع مستمسك رجع مستمسك فقد مستمسك انتلف مستمسك، هاي مستمسك واحد يشمل كل المستمسكات الموجودة ما عدا بطاقة السكن أو يمكن البطاقة الوطنية، يمكن عفوا البطاقة التموينية على ما أتذكر. على العموم فهذا المستمسك مهم في الكثير من الدول خاصة الدول الإقليمية الخليجية، يعني موجودة هاي ومعمول بها منذ سنوات أن يكون بطاقة وطنية واحدة تعرفك في كل الدوائر، ما حاجة تروح تأخذ مستمسكاتك وتظل تراجع الدوائر. أصبحت كل الدوائر بالإمارات أو غير الإمارات يعني أتمتة، يعني حكومة إلكترونية، ما تروح صحة الصدور وتفاصيل، لا وانت قاعد تكمل لك الجواز ممكن بخمس دقائق أو بساعة، يعني أقول أقصى حد ساعة تكمل الجواز عندك، وانت تروح تأخذ مستمسك وتجيب تأييد وتجيب بطاقة سكن وبطاقة الموحدة بعد ما عاد أو استنساخات وأضبار وتفاصيلها. على العموم نرجع نفتح الاتصالات، ولو الأخ يقول ماكو اتصالات لحد الآن، يعني يا ريت تنزل أرقام الهواتف. أحمد جيد أحسنت، زين دا أسمع رنة أحمد، يلا خلنا اتصال. صعد لي صعد للاتصال. نعم مصطفى، زينب من بغداد. السلام عليكم زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو بس عندي استفسار إذا ممكن. أي بخدمتكم تفضلوا. تسلم. خصوص البطاقة. بل أنا عندي هسه بارد أطلع الجواز مستعجل لأن عندي حالة مستعجلة. زين أنتم على يا بطاقة. البطاقة الموحدة. اي بلي يا جانب الكرخ الرصافة وين؟ على الرصاف، على الكرخ العفو، على الكاظمية. على الكاظمية زين. بس أنا سكن زيونة، يعني بطاقتي السكن تقرأ زيونة. إذن على زيونة.
لا أنا هسه رح أبدأ أطلعها من يوم الأربعاء من ساحة عدن من الكاظمية. لا مو بطاقة السكن مالتش على زيونه. مو أنا على الهوية مالتي غير اللي تقرأ الهوية مالتي. مال الولادة. بني. بني بني واضح. إيه وشو المشكلة صار زينب؟ المشكلة اللي صارت عندي بطاقة سكن مستنسخة والبطاقة الأصلية ضايعة. والجواز مالتي قديم تجديد، فما قبلوا يطلعوا لي جواز الا بطاقه موحده لان منطلعه وبطاقه السكن. صح. فهسه انا قدمت بطاقه السكن البارحه، اخذت تأييد كامل، استلمت زين. الو زينب، للاسف انقطع الاتصال، يا ريت تعاود الاتصال زينب بينا حتى ناخذ كافة المعلومات ونتصل بالإخوان ببطاقة الموحدة أو الجوازات. شوفون عندنا مشكلة، نتصل بإعلام مديرية الجنسية والجوازات، وإن شاء الله تكون خدمتكم زينب، وهذا شهر فضل إن شاء الله لنا ولكم، الحسنات تضاعف إن شاء الله خدمتكم. فمشاهدين الكرام، نرجع إلى موضوعنا اللي هو يخص البطاقة. ف بات من الضروري أن يكون هناك تقدم شوية تكنولوجيا عندنا، لا نخلي المواطن جهد هذا، خاصة يمكن تشوفون وضع رمضان والناس صايمة وعليه تراجع الدوائر. لو كانت هاي البطاقة موجودة وأتمتة موجودة بالدولة العراقية لكان ما حاجة أن يمكن منزلك أنت ويجيبوا لك إياه، ولو هذا حلم يعني أحلام الوردية اللي نحلمها. ما زال هناك تكالب على السلطة، فبالتأكيد يعني ما ممكن، ما زال بعض يشتري منصبه، فبالتأكيد ما راح يتم. ما زال هناك صراع يعني على العموم. عندنا عودة الاتصال زينب، عفوا تفضلي زينب. ألو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه تفضلوا زين. عفوا بس أكمل لك لأنه انقطع الاتصال. إيه بلي تفضلوا. إذا ممكن يعني هسه أنا شنو اللي محتاجك؟ قدمت على البطاقة الموحدة بزيت المستمسكات وطلعت الصورة، بعد ما استلمت بطاقة السكن، لكن بس أريد تسهيل للبطاقة الموحدة أنه أستلمها باكر إن شاء الله، دا أكمل الجواز هم أريده باكر. هل هذا ممكن يعني الله يرضى عليك؟ زينب عفوا، انت كملتي اجراءك؟ يعني معامله كملتيها؟ يعني مشيت بيها والمفروض باكر ارجع اكملها. زين المفروض باكر يعني تكملين اجراءها، بس انت عندك نقص، بس عندك بالبطاقه السكن مو تمام؟ نعم مدى اسمع اذا ممكن الصوت. عفوا انت عندك نقص بالبطاقه السكن، لازم عندك بس انسساخ، ما عندك الاصليه مو تمام؟ اي بطاقه السكن انا طلعت الغراض مال بطاقه السكن، يعني باكر استلمها ان شاء الله. زينب عزيزتي، هل راح تكمل باكر الموحده واقدر استلم هم الجواز بنفس الطريقه يعني على نفس السرعه؟ انا اتوقع ما ممكن، بس اعتقد هم عندهم مسائي الجوازات، لان الجوازات مو بسهوله تستلمها بنفس اليوم، الا يسموه المستعجل اتوقع هذا المبلغ يعني. بلي. على العموم بالنسبه للموحده باكر اقدر استلمها يعني باكر تخلص؟ زينب راح الاخوان ياخذون رقم تليفونك. بلي. يتصلون بك مديريه جوازات ان شاء الله او البطاقه الوطنيه حتى يسهلون امرك باكر، يعني يتصلون بك شلون؟ الله يرضى عليك. مو ان شاء الله بخدمتكم زينب، خدمتكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. بس لا تسدين التليفون زينب. نعم. لا تسدين التليفون حتى الاخوان، الاخ احمد ياخذ التليفون وان شاء الله بخدمتكم. احسنت اخذته ماشي. يعني الاخوان يقول لك احنا بالقانون يعني نمشي، المعامله تمشي بالقانون، واحنا ايضا نتفق وياكم، لكن اكو روح للقانون. مثلا هسه مثلا بطاقه السكن موجوده مستنسخه، فانت من تروح معلومات عندك، اكيد عندك جهات عندك معلومات عن بطاقة سكنية بهذا الجهة، هذا العائلة تنتمي بهذا المكان، يعني ممكن هاي تسهيل أمر يصير، نعمل بروح القانون، وبالتالي أنت ما تخلي بطاقة السكن بالمعاملة، راح تخلي السنساخ. هذا وجهة نظر يعني، هاي واحدة من التسهيل أن نسهل أمور المواطنين. يعني المفروض كل دوائرنا
عندها فد منظومه تعلم بكل ما موجود بالدائره اللي عندها منظومه اخرى. يعني انا ارتباطي مثلا راح يكون ببطاقه السكن، فالمفروض عندي كل معلومات البطاقة السكن عندي، وايضا هم عندهم كل معلومات اللي هي بطاقه الموحده ايضا عندهم عند بطاقه السكن. هذا المفروض هذا التعامل، هاي الشبكه تكون موجوده بكل الدوائر. مثلا التعليم العالي، مثلا قسم مثلا او مديريه الجامعات العراقيه المفروض عندها كل نتورك الموجود، شبكه عنكبوتيه موجوده بكل الجامعات، وايضا الجامعه عندها كل جامعه عندها كل معلومات الجامعات الاخرى، اكو تواصل. هاي هي الشبكه العنكبوتيه من شانها تدليل كل العقبات اللي توقف قدام المواطن. احنا الان بعالم السرعه محتاجين الى شويه الحكومه تنهض بمسؤولياتها وتقدم الخدمات، مو تروح تتعاقد على انبوب النفط اللي يمدوه من الى ميناء العقبه ومنها الى اسرائيل، او بمعنى اخر ان اسلم الحكومه الاردنيه هبه مجانيه بما يعادل 850 يمكن 1000 برميل اعتقد نفط الى عمان، واسعار زهيده. هم ما شاء الله يبادروك بكل المحبه مقابلها، يبعثوا لك من كان داعش يبعثوا لك شخص حشاكم في هذا رمضان نتن جثته نتن صارت، لكن اخذ مقابلها بالالف وخمسين يمكن شهيد من اهالي الحله في بابل، صهريج نفط فجره على اهالي بابل، واللي ادهى منها يحتفلون في اربد او ما ادري في الكرك ما اعرف اعتقد في اربد في عمان يحتفلون ويسووا شهيد هذا اللي قتل يعني فجر نفسه على ناس ابرياء في الحله في بابل في العراق، وكل هذا نقدم لهم هديه من 150 الف برميل يوميا هبه عبر هذا الانبوب اللي يمتد من ميناء البصره الفاو الى العقبه، وهاي البقره الحلوب تبقى تنتهك يوميا، ياخذون منها النفط ويسلبونها اموالها، ولازم وما زالت هي تقدم آلاف الناس سرطانات يومية بسبب الأوبئة الموجودة من خلال مخلفات النفط واستخراج النفط. يعني ما أعرف أكون مثل شعبي مثل يقول لطم شمهودة، تلطم ويا الكبار وتاكل ويا الصغار. فهسا أنت تنطي نفطك ولكن لك الفتات. هاي الاقليم عمي دولة، والله عمي عمي اقليم يحكي بقوة، ما اسوي وما انطيكم حق الاقليم، ما النفط انا اصدر بكيفي ومو من حقكم، مع العلم مطلوبين مليارات الدولارات. يقول لك ما انطي، انا هذا اقليم وانا اتحكم، بس شو يسوي؟ كل هالسياسيين تروح له لان هو يعني رحل عملية سياسية تعتبر بيضة القبان على قولتهم. المشكلة الجهات اللي دا تروح له هي جهات قريبة جدا، يعني المشكلة يتنازلون، اكو تنازلات من تحت الطاولة، تنازلات كبيرة بالنسبة الى اقليم كردستان الى الاخ مسعود برزاني. احنا مشكلتنا احنا دائما يمكن العرب بشكل عام والمظلومين بشكل خاص، قبل ما نحكي بعد بالطائفية، نتحدث بكلمة الأخ، دائما نقدم كلمة الأخ، فنقول الأخ مسعود، رغم كل المآسي اللي نشوفها من خلال عدم تعاون، ومن المد الإيدين تحس هناك قطع للأيادي مقابلها. هذا نكران الجميل يرد بهذه الطريقة من كل الأطراف. على العموم نحكي على حقوق كل مواطن عراقي، النفط الموجود أو الغاز الموجود في كردستان هو حق كل مواطن عراقي، حق 40 مليون عراقي. النفط اللي قلنا بالبصرة هو حق فعلا هم ما تنقول حق 40 مليون عراقي، لكن مو على ناس وناس، مو ابن الأنبار وابن البصرة
منهكين وابن اقليم كردستان، والله العظيم مو ابن عماتين، بنكون واضحين، مو ابن اقليم كردستان هو منعم، لكن الطبقه العليا في كردستان في اربيل هي المنعمه، عم حكم عوائل، اما ترجع على العوائل على الناس العامه في اربيل وفي اقليم كردستان بشكل عام متضرره جدا. ذاك اليوم بدأت تطلع مظاهرات، لا رواتب لا تفاصيل، مع العلم ميزانية 17% والنفط دا يهرب، يهرب وين؟ باتجاه إسرائيل، وباعترافهم دا يروح باتجاه إسرائيل. يعني دولة داخل دولة، والدولة ما تحترم الدولة المركز، يعني هاي المشكلة. ما أعرف هي رسالة لسماحة سيد مقتدى الصدر، حتى رسالة للإخوان بالإطار، يعني سيد مقتدى الصدر قال لك لا خلص، ما دام هذا اتجاه مسعود برزان بهذا الاتجاه، يعني انتهى موضوعه، يعني ما تصالح ولا انتهى، وتصالح ولا الغير، هذا موقف. لكن بالمقابل اذا صار هذا الموقف طبعا، وانا بصراحه استبعد ان التحالف الثلاثي يعني متماسك على قولهم، يعني استبعد ان يلغي الاتفاق مع مسعود برزاني الا ان يتنازل عن اقليم عن نفط الاقليم وعن تفاصيله كلها يتنازل. لكن بالطرف الاخر من مجبر الإطار أن لا يتوافق مع مسعود برزان إذا أترك السيد مقتدى، كان هذا راح يكون موقف وطني فعلا، أن أترك مسعود البرزاني كون لا احترم قرار المحكمة الاتحادية بقضية النفط، قانون النفط والغاز، ما احترمه وضرب المحكمة الاتحادية والقضاء بعرض الحائط، ولحد الآن ناس متهمين بداعش والإرهاب يسكنون في أربيل ويطلعون من خلال الفضائيات عبر منابر أربيل، ولكن لم يحاسبوا ولم يحاكموا. السبب التستر حكومة أربيل على هذا الموضوع. لكن بالمقابل إذا السيد مقتدى الصدر رفض الاتفاق مع مسعود برزان، شو موقف الإطار؟ يعني يروح يتفق وياه؟ لا والله، مو كلمة رجال هاي، مفروض على الإطار إذا سوى سيد مقتدى الصدر هذا العمل ويعتبر هذا الشيء مشرف، هذا العمل وضرب التحالف مع مسعود برزاني، هذا السبب الوطني، لا مو من حق الإطار يروح يتفق مع مسعود برزاني، هذا الحق، هذا الإنصاف. ولكن إذا سمحت سيد مقتدى الصدر ما راح يتوافق، أبقى في أدرنا الوطنية، وين راح تكون الإصلاح؟ وين راح يكون يا سيد مقتدى؟ تقبل الله صيامكم وأعمالكم. على العموم مشاهدين الكرام، عندنا اتصال، خلنا ناخذ اتصال هسه، صار عندنا اتصال. فاهم صراحة، تفضلوا فاهم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر حبيبي أنت، هلا بك. ملازم عندنا مشكلة بالإصدار مال البطاقة الوطنية، قاعد تتأخر 4 شهور 5 شهور، مرات حتى توصل 6 شهور. يلا توصل البطاقة. أنت وين بيامكان؟ محافظة الديوانية. ها، مو هسه احنا صراحة صورنا بالكرادة، الكرادة يقول أنا بنسبة 80% أنجزت الكرادة، ما بقى إلا قليل، فيقول لغينا حتى الموعد ولغينا كل السورة يعني. فأنت إذا بمن؟ في محافظة الديوانية. أيوة. صار خدمتك زين، فاهم صارك ايش قد ما قدمت المعاملة؟ من شهر العاشر يعني كملنا اجراءات كاملة، يعني بصمة وشتمة شهر العاشر لحد الان ما من شهر العاشر؟ صحيح، يعني 6 شهور صار لك تقريبا. اي قالوا هم 6 شهور وتجي لحد الان ما فاهم صلاح شنو؟ علوان جزء المعاملة منذ شهر العاشر. خدمتك تدلها إن شاء الله، فاهم؟ لا لا تؤمر. هو طبعا يقول العفو، فاهم، يقول لك ينزل لك عبارة عن مسج، مو تمام له؟ لا صحيح، لكن حد يعني ماكو يعني ما مطفى تليفونك، ما مقطوع اتصال، ما لان ما معقول 10 شهور، يعني عفوا 6 شهور هواي. حد الان ما صار خدمتك، ما يكون خاطرك الا طيب. الله يسلمك، يعني
اثنين بأربعة ست شهور هواك والله صدق هو يعني على عموش هذا ما أعرف لا ما أعتقد خلل الأخ المخرج يقول أخو احتمال خلل بالمعاملة لو أنجز المعاملة ويبقى فقط الإرسال رسالة يعني عندنا وقت نأخذ الفيديو أحسنت مشاهدين كرام نشاهد هذا التصوير اللي تم ببطاقة الموحدة أو البطاقة الوطنية وهذا التقرير طبعا راح نقول أخير إن شاء الله كون عندنا حلقة قادمة راح نستعرض من الاختصاصات خلينا نشاهد هذا التقرير ثم نعود معاون مدير احوال الكراد اهلا وسهلا بكم اشرح لكم على اليه العمل البطاقه مالتنا تفضلوا يعني عندنا ضابط الاستعلابات هنا يحاول على الشعبه الخاصه بالمواطن ياخذ تسلسل ويتجه للمدخل البيانات تفضلوا يعني هنا عندنا المدخل البيانات هنا السلام عليكم هنا مدخل بيانات هنا المعامله راح يصير بها الاجراءات مالتها تدخل بالنظام تاخذ البصمات تكمل اجراءاتها وبعدين من تكمل كل امورها تتحول للمدقق كل ست عندنا ست مدخلين يتحول مدقق تكمل تدقيق المعامله يروح حسابات تكمل حسابات يجي مصرح تنتهي من المصرح يعطي وصل استلام باسم الاستلام احنا ثلاث ايام الرابع ان شاء الله يستلم البطاقه على النظام الجديد جيد ايش قد تستغرق العمليه ادخال المعلومات المعلومات اذا القيس سليم وما عنده مشكله ما يتاخر من 10 دقائق ان شاء الله 10 دقائق تكمل التصوير وبصماته وكل شيء هنا عندنا المدقق نقيب ليت السلام عليكم يا سلام مناقب له تجي المعامل بعد ما تكمل المدخل البيانات يدخل بيانات ويصوره كم تجي المدقق هنا يفتح القيد مالته ويدقق دقق القيد معلوماته سنة تسجيله المواليد الأسماء كلها صحيحة اللقب مالته الأمور مستوفية كل الشروط القانونية حول الحسابات مثل ما قلت لك زي. وبعدين على المصرح تنتهي العملية ممتاز إذا العملية هي نافذة واحدة سلسلة دائما نافذة واحدة يعني معاملة كلها متأخر من 20 دقيقة عندنا زين يعني 20 دقيقة بس إجراء المعاملة إجراء أما الاستلام هي ثلاث أيام ثلاث أيام شباب النظام الجديد هسه عندنا مطبوع أعداد كلش كبيرة يعني أكو كانت عندكم مشكلة بالبطايق البطايق كان شوي بها شحة أي فهسه انتهى الموضوع الحمد لله انطبعت معظم البطايق كلها انطبعت ممتاز خلينا نسأل سيادة المقدر السلام عليكم شلونك حجينا مرحبا حجي ايش عندك معاملة هنا والله هي عندي نقل قيد من المنصور لهنا الكرازين اي نعم مال زوجة ابني زوجة تأشير الزواج تأشير زواجي تأخر عندك المعاملة وزين طبيعية لا يا با السيابية حلوة للأمانة يعني حتى الأمانة العادلة غير تيجي للاستعلامات الأولية رأسا يقول لك روح لهناك سوي طلب تروح له سوى لك طلب قال لك روح للوكيل تروح للوكيل قال لك روح للحساب من الحسابات دزك للاستعلامات دزك للشباك بالشباك حتصير واقفي تسلم معاملتك تاخذ تسلسل رقم وتقعد هو يصير حسبك اكو فرق طبعا كنت مراجع قبل دوار نعم يعني خاصه بالجنس كانت هوسه 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 بالبدايه وخر ما وخر اضربك كتف ووخرك ياخذ هو السره مالك هسه لا يا الحمد لله الحمد لله ان شاء الله شكرا جزيلا راح اجي السلام عليكم شلونك يمك الله يسلمك شلونك معامله هنا مال جنسية ايه صارت ايش قد جاي هنا والله صار ثلاث اسابيع اركض على الوفيات البارحة يلا لقيته بالعلوية ها اذا خارج الدائرة هاي ايه ايه مال الوفيات ايه مال شات الوفاة شات ما واصلة ايه بل مو ما يتعدلي بس يقولون ما عدا يعني هنا سجل ايه هاي اكو مشكلة بالقيد مال سنة سجل فاحنا سوى كتاب نفس اليوم اللي جيت بيه سوينا لك كتاب احنا مراجعات دائره الصحه زين لحد ما تكمل الاجابه يجيب المواطن هسه كملت الاجابه كملت سلمتها من التسعه نفس اليوم ان شاء الله نص ساعه تكمل ان شاء الله حجي ما محتاج يجي على راسه يا حجي شوف بعد من عندنا عندنا هنا مشرف الادخال زين نظام شغلهم يختلف هنا مثلا البطاقه البدل ضايع تتحول عليها المشرف الادخال لان الصلاحيه اليوزر مالته الوحيد هو اللي يشتغل على هذا النظام التغيير مسكن اللي عوالة النقل للمحافظات بعد اتصال الموافقات هم هذه هنا ليس الشغل هاي بطاقة سكن
لا تغيير مسكن اللي مثلا نفوسه غير محافظ ساكن بغداد عرق على الجغرافيا ذات احوال الكرادة فيقدم موافقات يحصل الموافقه ينفع له معامله تجي الموافقات تكمل يتحول قيود تنقل عفوا سياده المقدم ما زالت هي يعني مختصره فقط للوزير كموافقه لا السيد العام عنده صلاحيه بده يطي فاحنا نقل قيود نقل قيود هي لا سلسه وهسه ماكو بعد مراجعات نظام الكتروني تقدم عن طريق الموقع تقدم وتجيك رساله جت الموافقه تجيب الكتاب ما تقدر تمشي معامله لا بعد ماكو الحمد لله نظام الكتروني هواي امور زين انحلت واللقب لقب نفس الموضوع نفس الموضوع نفس الموضوع بس اللقب بي اكو ما يحتاج موافقات حسب نوع الاضافه التصحيح ما يحتاج موافقات فقط التبديل يحتاج موافقه جيد انا مثلا استلمت هسه بطاقه موحده انفقدت من عندي شنو الاجراءات الاجراءات تسوي اخبار بالمحكمه تجيب الاخبار شغلت نص ساعه تكمل عندنا ما يحتاج لا استمارة مع غرامة غرامتها 25 رسم مالتها اي نعم جميل بس المهم تنجز يعني تطلع عندنا ماكو نفس اليوم ما عندنا معارض احنا بالنسبه لدائرتنا حتى لو تاخروا الدوام تعليمات السيد الوزير السيد الوكيل المدير العام المحترم السيد عميد علي والموظفين هم ماتين الحمد لله متعاونين جدا ما عندنا مواطن يبقى ثاني يوم نتاخروا الدوام ربع ساعه ساعه ماكو مشكله جميل السلام عليكم السلام ورحمه الله معاملة تجديد تجديد نعم صارت ايش قد من الجلد قاعدين احنا مرجعونا همينا كل ساعه يعني رجعونا ونرجع همينا صار لنا فتره على مو التجديد اسمه غلط بالاسم قيديه معالجات قيديه لحد ما صدر القرار مالته هذا اليوم صدر القرار مالته هو جابه 29 يوم وصلتنا المعامله ان شاء الله لا باقي مننا نص ساعه تكمل معاملته جميل. احنا اللي يمنا اللي خصنا ما يتاخر يعني بس هذه مراجعات خارج دوائر بين ما يكمل المواطن ويجيب لنا هذا القانون اكيد عمو بالضبط لان احنا نرفع معامله بين ما تجي الموافقات هسه هنا جاي القرار مالته محسوم الموضوع مالته نشركم الاحكام ماده 29 قانون البطاقه شغله نص ساعه ان شاء الله تبصم ان شاء الله شكرا جزيلا لك حبيبي كن موفقين ان شاء الله مشاهدين الكرام شاهدنا هذا التقرير وكان هو مسك ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم أيضا في نفس الوقت حسب توقيت رمضان وبعدها نعود إن شاء الله بعد رمضان إلى نفس التوقيت الساعة 9 مساء اليوم اتصل بنا زينب من بغداد راح نأخذ رقم تليفون إن شاء الله ونتصل بالإخوان في البطاقة الوطنية وأيضا اتصال الثاني من فاهم صلاح علوان من محافظة الديوانية أيضا سوف نأخذ إجراء بهذا الموضوع واتصال بالإخوان بالبطاقة الوطنية في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج وأنا معد ومقدم البرنامج حازم الحربي أبو ميار ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة التاسعة أو في الساعة الرابعة مساء وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في أمان الله.